في المسائية. السفير الفرنسي يغادر النيجر وتظاهرات تأييد للمجلس العسكري في بوركينا فاسو. كيف ستواجه فرنسا خسائرها المتزايدة في الساحل الأفريقي؟ وأي موازين قوى جديدة؟ قائد أنصار الله يشدد على الوحدة الوطنية ويدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات ويحذر دول العدوان. هل اليمن على أعتاب مرحلة جديدة؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.